تعالى معايا، انت هتبقى ضيف النهارده في الحفله وحمضي لك التيشيرت. انا كنت زي اي طفل بيتولد في مصر وبيكبر على حب الكوره. اتولدت في بورسعيد وكبرت وانا بحب الكوره، وشجعت كوره ولعبتها كمان واشتغلت فيها لحد ما قررت اكمل في طريق المزيكا والغنى وابعد عن الكوره. بس الاكيد ان زي ما بحب المزيكا والغنى هفضل احب الكوره. في سنة 1996 كنت بحضر الشريط الجديد بتاعي، وكنت خلصته خلاص وبستعد عشان انزل بيه. قاعد في بيتي لقيت اخويا عماد داخل عليا وبيغني اغنية وبيقول حبيبي 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 يا نور العين. سألته ايه الاغنية دي؟ قال لي انا لسه راجع من عند ناصر المزداوي الملحن وسمعها لي ومعلقة معايا. قلت له هات التليفون بسرعة واتصل بناصر. خدت منه السماعة وكلمته وقلت له الاغنية دي بتاعتي خلاص يا ناصر. سجلت الأغنية وبقت هي اسم الشريط، وعملت فيها السقفة المشهورة بتاعتها. هقول لكم بعدين السقفة دي أنا جبتها منين. نزل الشريط وكسر الدنيا وباع أكتر من 4 مليون نسخة في الوطن العربي والشرق الأوسط. السقفة اتشهرت في كل الحفلات والجماهير حفظتها وكانت دايماً تسقف معايا وأنا بغني. شهرة الأغنية عدت حدود الوطن العربي والشرق الأوسط ووصلت أوروبا وأمريكا، وبقت شغالة في شوارع فرنسا وأسبانيا وأمريكا، لحد ما وصلت للمسؤولين عن حفلة World Music Award. فضلوا يدوروا ازاي يوصلوا صاحب الاغنية دي عشان يقولوا له انت كسبت جايزة الميوزيك أوورد، لحد ما وصلوا للشركة اللي بتوزع الالبوم حول العالم وكان مقرها في دبي. راحوا سألوهم ازاي نوصل للمطرب صاحب الاغنية دي عشان نديله الجايزة، واخيرا عرفوا يوصلوا للمنتج محسن جابر وبعتولي فاكس على بيتي. جيت اقرا الفاكس لقيته بالفرنساوي، فديته لمراتي تقراه. قالت لي مبروك، انت كسبت جايزة ميوزيك اوورد. ما كنتش مصدق نفسي لحد ما بدأت تجهيزات السفر لموناكو عشان استلم الجايزة. سافرت موناكو وطلعت على المسرح اغني نور العين، وقعد قدامي شاكيرا وجلوريا ستيفن ومايك تايسون وستيفن سيجال وباك ستريت بويز والبرنس ألبير امير موناكو. كل نجوم المزيكا في العالم تقريبا كانوا قاعدين قدامي. مسكت الدف وعملت زي ما حميد الشاعري قال لي بالظبط، ان احنا هنوصل للعالمية بس بالموسيقى بتاعتنا احنا. وبدأت اعمل سقفة الاغنية بالدف وغنيت حبيبي يا نور العين، وكل الحضور بيغنوا معايا وفرحانين وبيرقصوا. العرض على المسرح كان مبهر ليهم وكانوا بيسقفوا معايا سقفة الاغنية وحفظوها بسرعة، ولما خلصت القاعة كلها قامت وقفت تسقف وتحييني على الاغنية، واستلمت اول جايزة ميوزيك اوورد في حياتي، ورفعت اسم مصر في اهم حدث موسيقي في العالم. والسبب في كل ده أغنية نور العين والسقفة بتاعتها اللي بتخلي الناس تحفظها بسرعة وتغني معاها. ممكن أخد التيشيرت أطلع بيه على المسرح وأحكي قصة للناس كلها؟ عارفين السقفة دي أنا جبتها منين؟ من مدرجات الإسماعيلي. أيوة، من جماهير الإسماعيلي. دي السقفة بتاعتهم التاريخية في استاد الإسماعيلية. من مدرجات الكورة اللي حبيتها وعشقتها من صغري قدرت أني أوصل للعالمية في المزيكا والغنى.